أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع الذي يناقش قضاياكم ومشاكلكم ويستعرض مستجداتكم ويسلط الضوء على همومكم، وكما جرت العادة نختار قضية أو مشكلة تشغل بالكم وتستحوذ على اهتمامكم ونسلط الضوء عليها كل يوم سبت من كل أسبوع، علما بأننا نقوم بالترويج لموضوع الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أن نلتقي بكم على الهواء مباشرة. دعونا ندخل إلى صلب الموضوع والحديث عن موضوع حلقتنا لهذه الليلة، وهي عودة اسطوانات الغاز إلى مربع الأزمة. في بدء الحديث عن الموضوع دعوني أخبركم أن مشكلة الغاز ليست بمشكلة جديدة، فهي تترنح بين البينين، تارة مستقرة وتارة أخرى منعدمة. غاز، كهرباء، ماء، مواصلات، هذه مقومات الحياة البسيطة لأي مواطن غلبان، تعبان، ضبحان، طفشان. إذا اختل أحد هذه المقومات اختلت معه هذه الحياة البسيطة، بعيدة كل البعد هذه الحياة عن التنمية والاقتصاد الوطني والعلاقات الدبلوماسية الخارجية، بعيدة كل البعد عنها، حياتهم بسيطة للغاية فدامها بعيدة. لماذا تحرم المواطنين من أحلامهم وطموحاتهم البسيطة للغاية؟ لما لا نسعى لتحقيق تلك الأحلام التي تتمركز إحداها حول أسطوانة الغاز وبالعامية دبة الغاز؟ هل يجب على المواطن الحضرمي أن يذوق التعب والإذلال؟ أسعدنا باستقرار الكهرباء والماء فانعدم الغاز، وكأن الشعب البسيط هذا ليس مكتوب له أن يفرح، ويعلم الله كم أتمنى له السعادة والطمأنينة والاستقرار. ولكن السؤال الذي يضع نفسه وبقوة: ما السبب الرئيسي لانعدام أسطوانات الغاز في حضرموت؟ يا ترى هل هو سبب سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي أم هي أزمة مفتعلة؟ ما هو السبب؟ أين يكمن الخلل؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا لا نرى جهة من الجهات المختصة والمعنية بمنشأة الغاز تظهر وتوضح الأسباب للرأي العام الذي من حقه أن يعلم ما الذي يدور في هذا البلد؟ أين اختفى الغاز في حضرموت؟ الغاز في حضرموت أين اختفى؟ للمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. عدنا مجددا. مقومات الحياة البسيطة عندما تختفي وتغيب بالطبع ستشكل عائق وأزمة فعلية حقيقية للمواطن الذي لن يسكت في كل الأحوال. فقد عشنا الأسبوع الماضي مظاهرات احتجاجية لانعدام الغاز من السوق المحلي، كانت كل مطالبهم: نريد الغاز، نريد الغاز، أين هو الغاز؟ وفروا لنا الغاز، وفروا لنا الغاز. والكثير من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. ما أن يتنفس المواطن الحضرمي الصعداء حتى تظهر له مشكلة جديدة لم تكن له في الحسبان، فبعد الاستقرار الذي شهدته حضرموت دفع بالكثيرين للحلم بواقع معيشي أفضل بعيدا عن الأزمات الخدماتية المتكررة التي أنهكت وأضجرت المواطنين. ومنذ أكثر من أسبوع عادت أزمة انعدام أسطوانات الغاز من جديد لتتصدر المشهد الحالي في الساحة وسط غضب جموع المواطنين الذين قاموا بقطع الشوارع والطرقات في عدة أحياء بالمكلا احتجاجا على انعدام اسطوانات الغاز في الأسبوع الماضي. قد لا يكون ذلك مكمن الحل
ولكنه عبر عن معاناة المواطنة. هذا مشكلة طبعا عامة، مشكلة ما هي طبعا في حي سلام بس، على مستوى مديرية المحلة كلها. وطبعا هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة، ما هو وقت الأزمات يجون يعني يلقون نحن معالجات، المعالجات وقت الأزمة طبعا صعبة، لازم المعالجات تكون مسبقة عندهم والغاز يكون بشكل مستمر. الأزمة هذه تخترق من وين؟ تخترق لما يكون الغاز مخفي ويظهر فجأة ويعطونا احنا يومين ثلاثة أيام أربع أيام ولا شهر ويخبونا ثلاثة أشهر علينا. لكن لو استمر الغاز بشكل مستمر بيكون أفضل. قناة المكلا تواصلت بشكل خاص مع الشركة اليمنية للغاز، وبتصريح خاص من المهندس محسن وهيط مدير الدائرة في الشركة، الذي أكد أن الشركة اليمنية للغاز ما زالت مستمرة في عملها، وقامت بتحويل كميات من اسطوانات الغاز إلى محطة الريان عوضا عن محطة بروم، وذلك بعد قرار محافظ حضرموت الأخير بتعيين مدير جديد لمنشأة الغاز في منطقة بروم، منوها أن ذلك من صلاحيات الشركة فقط، وتجنبا للمشاكل قمنا بتحويل ضخ اسطوانات الغاز إلى محطة الريان عوضا عن بروم. بينما أكد رئيس محطة الريان لتعبئة الغاز المسال المهندس سليم دومان أنهم قد قاموا بتعبئة 10,000 اسطوانة غاز والبدء في توزيعها على عموم ساحل حضرموت، وسيستمر تزويد السوق المحلي باسطوانات الغاز في المحطة في الأيام القليلة المقبلة. نشوفها في الحالة وفي الوضع الحالي مأساة، يعني لا غاز والأوضاع غالية والمواصلات مرتفعة، يعني لا حل لأي مشكلة، ولا فين بتوصل علينا؟ فين الحل؟ ويبقى السؤال، انعدام اسطوانات الغاز في حضرموت هل كانت أزمة مفتعلة أم تصفية حسابات؟ عدنا، يا ترى هل انعدام الغاز في السوق المحلي الحضرمي كان بسبب تعيين المحافظ لمدير جديد لمنشأة الغاز في محطة بروم الحكومية؟ يا ترى هل هذا صحيح أم مجرد شائعة؟ هل إقالة المدير السابق لمنشأة الغاز في محطة بروم واستبداله بمدير آخر كان سبب رئيسي في انعدام الغاز؟ هل يعقل هذا؟ ابقوا معنا. عدنا مشاهدينا الأعزاء والحلقة ما زالت مستمرة من برنامج حديث الشارع. حلقتنا لهذه الليلة كانت بعنوان عودة أسطوانات الغاز إلى مربع الأزمة. الموضوع هذا يمكن من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا حضرموت تعيش بلا غاز، في أزمة، في مشكلة، في معضلة، في الوضع مكركب ما هوش مترتب بسبب انعدام الغاز. كما ذكرت من قبل في بداية الحلقة، يعني أحلامنا بسيطة للغاية، والله العظيم إنها بسيطة. وفروا أنتم بس للمواطن الغاز، والغاز نحن نقدر نقول كناية عن الأكل عشان يعرف يطبخ قوت يوم. وفروا له أنتم بس الغاز، وفروا له الكهرباء، وفروا له الماء، وفروا له المواصلات، وخلاص المواطن الحضرمي فين؟ ولا بيتكلم ولا بيسوي حاجة، عنده هذه الأربع المقومات هي الرئيسية للحياة البسيطة. يعني استقرت الكهرباء وفرحنا بالمنحة اللي أجت، والمي ما شاء الله ما عاد ينقطعش، والمواصلات وحلينا الأزمة حقه ونزلت تسعيرة المواصلات، يعني كده فرحانين وبدأنا نتنفس الصعداء وبدأنا نحس ان احنا مستقرين. تقوموا تعدموا الغاز؟ في اتصال معنا، نقول ألو. ألو ألو، مساء الخير. من معي؟ أيوة من معي؟ ألو أخي. أيوة أخي، أنت على قناة المكلة على الهواء مباشرة، تفضل. محمد نصر العموري. أنت من؟ أوطي صوت التلفاز لو سمحت، اسمعني من الهاتف. من معي؟
ايوه ايوه، من معي؟ محمد بن نصر عموري. اهلا يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شفت معانا الحلقه؟ أيوة، شفت؟ ممكن داخل معكم. شفت التقرير؟ ايوه. ايش تعليقك؟ تعليقي تبدا من نهايه التقرير. تعليقك ايش؟ من نهايه التقرير. تفضل اسمعك. اتصال تصريح حسابات ام اذن مفتعله؟ نعم تفضل. وهي معروفه يعني للجميع، واصبحت يعني لا يخفى على الجميع ظاهره، يعني تصفيه حسابات وفي نفس الوقت ازمه مفتعله. نعم. يعني لما تكون المشكله معروفه والحل معروف واستمرار المشكله، فانا يعني صراحه معروف انها تصفيه حسابات التعيينات. نعم ايوه معك، اسمعك تمام يا محمد، معك تمام. انقطع الاتصال يا محمد، لو تعاود الاتصال بنحنا مرة ثانية لكنت مستمتعة بالمكالمة حقك. لما تكون المشكلة معروفة ولما يكون الحل كمان معروف. نحنا في نهاية التقرير ختمناه بسؤال، وفي الحقيقة في كل التقارير في حديث الشارع نختمها بسؤال. السؤال كان هذه المرة أزمة الغاز، هل هي أزمة مفتعلة أم هي تصفية حسابات؟ والله يا محمد لو تعاود الاتصال بنحنا مجددا بكون سعيدة لأنني أرجع أحاورك وأستجوبك من جديد. كمان السؤال هذا موجه لكم مشاهدين قناة المكلا، باعتقادكم أزمة انعدام أسطوانات الغاز هل هي أزمة مفتعلة أم هي تصفية حسابات أم هناك أسباب أخرى أنتم ترونها بنظركم؟ الأسبوع الماضي حضرموت شهدت احتجاجات ومظاهرات لانعدام الغاز، طبعا كانت موجة غضب عارمة، إذا استطعنا أن نصفها بموجة غضب عارمة فهي فعلا كانت موجة غضب عارمة. أول حاجة تقريبا ابتدأت بالديس، شباب الديس خرجوا وقطعوا الطرق العامة والشوارع الرئيسية وخرجوا بدباب الغاز حقهم إلى منتصف الشوارع وشلوا حركة السير، وكمان بعدها عملوا مظاهرات أيضا في مدينة المكلا. طبعا يحاولوا أنه يوصلوا صوتهم عبر الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعشان يوصل الصوت بشكل أكبر اخترنا أن يكون موضوع هذه الحلقة في حديد الشارع للحديث عنه، وأنا بكون سعيدة وتواقة أنني أسمع منكم أعزائي المشاهدين كم الغاز مقطوع عندكم في المنزل. يعني أتوقع في ناس، في واحد تقريبا قرأت له منشور على الفيسبوك قال أنا 27 يوم من غير غاز. في اتصال؟ أي أعزائي المشاهدين، معنا على الخط المهندس محسن وهيب مدير دائرة الغاز صافر بالشركة اليمنية للغاز. مهندس محسن كيف حالك؟ الحمد لله، كيف الحال؟ تمام الحمد لله بخير، كيفكم يا أهل مأرب؟ الحمد لله. هل سألتوا أخواننا في المكلا؟ نعم الحمد لله تمام بخير، المكلا بخير فقط ينقصها الغاز يا مهندس محسن. الغاز مستمر، احنا مستمرين في الضخ ان شاء الله. هل الشائعات التي تدور وتحوم في المكلا حول ان الغاز تم قطعه من مأرب صحيحة؟ لا لا لا، لم يتم قطع الغاز ابدا مهما كانت مهما كان حدث اختلال في بعض منشآت بروم. نعم. عن اختلال في تمويل السوق في ساحل حضرموت. نعم. الشركه موجوده توجيهها في الاخ المدير العام التنفيذي المهندس انور سالم حسان. نعم. باشرت في ضخ كميات اضافيه وتنظيم السوق من خلال محطات القطاع الخاص. طيب ما دام سيطر على الازمه من خلال تواصل مع الاخ المحافظ وكذلك مدير مكتب التجارة والصناعة في حضرموت يوميا نضخ الغاز. نعم. طيب دام انكم تضخوا الغاز والعملية مستمرة ولم تنقطع، اذا من فين ظهرت هذه الازمة؟ ليش المواطنين لما يروحوا يشتروا من من السوق غاز لا يجدوا غاز؟ الهلع والخوف ان حاسس المواطنين بالمشكلة حول المنشأة، يعني الخوف ادى الى هذا. نطمن أخواننا في حضرموت في نعم. الساحل بأن الكميات يوميا تخرج من صافر إلى حضرموت الوادي والصحراء وإلى حضرموت الساحل وإلى المعرض بالكميات المعتمدة يوميا بحسب الحصة وحسب الكثافة السكانية. بحسب الكثافة السكانية. نعم. هذا التطمين نعتبره تصريح خاص لقناة المكلا؟
نعم. يعني ما بيكونش في أزمة، ما بيكونش في حاجة؟ أبداً. طيب الآن أنتم تحولوا لإيش من محطة؟ تضخوا الغاز الآن حالياً لإيش من محطة؟ محطة الريان. لكنها محطة خاصة مهندس محسن. نعم محطة خاصة. نعم. طيب ليش ما تضخوش لمحطة بروم الحكومية؟ بروم حاجة في اختلال في الوارة في المنشاة، وإن شاء الله يعني في اليومين القادمين يتم حل الإشكال بإذن الله. يتم حل الإشكال يعني؟ إن شاء الله نعمل. طيب أوكي، في مشكلة وإن شاء الله أنكم تحلوها بالطريقة اللي تريحكم، لكن مطلبي ومطلب الكل أنه ما يتمش إقحام المواطنين في هذه الدائرة. هم شوف هم مش حاجة، مطلبهم بس توفروا لهم غاز. لا عدم دم الغاز مسخر بإذن الله. هل كميات يوميا؟ وعد يا مهندس. وعد 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 على الكمية. أنا من خلال منبركم نطمن الناس وأنا عدم دم الكمية، سنزود نضاعف الكمية. ستضاعف الكمية. طيب كلمني عن الكمية اللي اليوم تحركت. يوميا 4 مقطورات. يوميا 4 مقطورات. 4 إلى نعم. 4 مقطورات وتتحرك إلى محطة الريان. نعم. طيب ما وصل لكم الشائعات مثل ما أنا قرأتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه مأرب قطعت علينا الغاز، مأرب قطعت علينا الغاز؟ لا هذا لم أسمع إلا منك أنت، وأنا أسمع من لا من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من إعلام. طيب كيف ترد على هذه الشائعات؟ الشاهد ينزل إلى محطة الريان ينظر القافلات، ينظر الوكلاء، ينظر التوزيع، نستمر على نعم. طيب يعني نتوقع انه اخرج من الحلقه وما عاد فيش ازمه في الغاز؟ ان شاء الله اليومين القادمه يعني تفرج باذن الله. باذن الله اليومين القادمه تفرج. انا ادفع عدا اليوم القادمه باذن الله تفرج وحل الاشكال وتفرج الازمه باذن الله. طيب هل في بينكم حاليا تواصل انت ولا محافظ او هو بيتصل بك او انت بتتصل به؟ بتواصل مع الاخ المحافظ تواصل مستمر والامور في طريقها ان شاء الله. لا هل اتفقتوا على حاجة معينة مثلا ولا عادوا طور المشاورات؟ إن شاء الله طور المشاورات. طيب نعم. طيب أي حاجة تحب تضيفه تطمن في بقى المواطنين في حضرموت حيال الغاز؟ نطمن أهلنا بأن الشركة اليوم الغاز مثلا بالأخ المدير العام التنفيذي سالم الحسام يعني مشرف على إشراف مباشر بالأخ القائم بالأعمال سلطان ناجي ودائرة صافر يعني مشرفين على التوزيع وعلى الوكلاء وعلى تمن محافظة حضرموت بالغاز. نعم لو بتعيد لي بس اسم المدير التنفيذي من؟ المهندس أنور سالم حسان. أنور سالم حسان هو في غرفة التجارة والصناعة تقريبا؟ لا هذا المدير العام التنفيذي الشركة من الغاز. أها المدير التنفيذي هو في مأرب ولا في حضرموت حاليا؟ في مأرب. يبدأ الجهود يعني بالتواصل مع. طب هل في تواصل طيب بينكم وبين غرفة التجارة والصناعة في حضرموت؟ نعم في تواصل. نعم متواصلين. متواصلين و نعم. طب أي حاجة تحب تضيفها أكثر من هكذا؟ أنا بس أنت وعدت نحن على الهواء مباشرة، وعد الحر دين، مش حابين عاد يكون في أزمة أخرى يا مهندس محسن. بإذن الله. تسلم، شكرا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين كان معنا على الخط المهندس محسن وهيط مدير دائرة الغاز صافر بالشركة اليمنية للغاز. أعتقد سمعتوه وتكلمنا وطمنكم أنه يوميا بتتحرك 4 مقطورات وتقريبا يكون التوزيع مثل لما قال تكون بكميات طبعا معتمدة وأكيد في بينهم تكون لوائح يتفقوا عليها وأيضا على حسب كما قال الكثافة السكانية. وزي ما قال نطمنكم وهم أساسا نظرا لإشكال وإخلال المهندس محسن كان مقتضب نوعا ما في تصريحه وأنا احترمت هذا الاقتضاب. قال إنه في هناك بعض الاختلالات وفي هناك بعض سوء الفهم علشانها ويتمنى إنه يتحل وفي بينه تواصل هو والمحافظ حاليا علشان هكذا ما عاد يحولوش الغاز
من اللي بيجي من الشركة اليمنية للغاز من مأرب ما عاد يتحول إلى محطة بروم الحكومية، على طول بيتحول إلى محطة الريان. إلى أن تنحل هذه الاختلال أو سوء الفهم وما إلى آخره، إن شاء الله يرجعوا بعدين يحولوا إلى محطة بروم الحكومية. وطمن نحن أنه في تواصل، وكلم نحن كمان أيضا على المدير التنفيذي أنور سالم حسان أنه يقوم بجهود وتتحرك، وأنه وعدكم على الهواء مباشرة أنه يومين وخلاص إن شاء الله تنحل وتنتهي هذه الأزمة. في الحقيقة أنا كنت سعيدة بأنني استضفت حد، أول مرة نستضيف حد من محافظة أخرى، من محافظة مأرب ومن الشركة اليمنية للغاز. وحابة أوجه عتاب لمدير منشأة بروم للغاز، من غير ذكر أسماء طبعا، لأنني اتصلت عليه مرارا وتكرارا فوق 3 أيام على التوالي، وكمان حطينا له رسالة على الواتساب علشان يظهر ويتكلم معانا ويوضح للرأي العام وندردش، يعني نعرف إيش اللي فيه وإيش اللي حاصل وإيش هذه الاختلالات وإيش هذا سوء الفهم. لكن للأسف لم يجب على الاتصال مدير منشأة الغاز في بروم. يعني أصحاب مأرب يطلعوا معانا، واصحاب الشركة اليمنية للغاز نفسها تطلع معانا في مداخلة هاتفية، ومدير منشأة الغاز في بروم ابن البلد ما طلعش معانا. والله عيب عيب. شوف انا عارفة من حقك انك انت ما تصرح، ومن حقك انك انت ما تظهر للعيان لكن مش من حقك انك تتجاهل وسائل الاعلام. علق بالقبول او الرفض، هل انت موافق تظهر وتدخل معانا في مداخلة هاتفية أو مش موافق؟ علق بالقبول أو الرفض، لكن لا يتم تجاهل وسائل الإعلام. ليش؟ لأنه لما تحصل مشكلة لا قدر الله، لا سمح الله، حصلت مشكلة وقع الفاس في الرأس، بعدين يقولوا أصلاً الإعلام حقنا نايم. لكن لما يكون الإعلام صاحي ومصحصح زي ما قناة المكلة، وحابة أنه تتناول هذا الموضوع وتسلط الضوء من بعد الاحتجاجات ومواقع التواصل الاجتماعية التي بتندد بأزمة الغاز والوضع المعيشي الصعب اللي باه تعيشه المواطن بسبب هذه الأزمة، قلنا من واجبنا الإعلامي ورسالتنا الثانية أنه إحنا نطلع ونناقش هذا الموضوع ونوضحه كمان للرأي العام. فأنا كنت أتمنى أنك تعلق بالقبول أو الرفض، لكن لا يتم تجاهل وسيلة الإعلام، عشان بعدين لو تقولش تقولوا الإعلام حق حضرموت راقد، لا ما هوش راقد، أنتم اللي راقدي. الأسبوع الماضي زي ما قلنا عاشت حضرموت مظاهرات احتجاجات تنديدا بالوضع اللي عاشناه بسبب انعدام الغاز. أتمنى أنه نخلص الحلقة ونطلع مني خلاص، طبعا أنا كمان بيتي بلا غاز، أتمنى أنه يصلني الغاز، وأتمنى أنه مثل ما وعدنا المهندس محسن يومين وتنتهي هذه الأزمة. حابة كمان أنوه، لما يحصل مشكلة وينعدم الغاز، بالله المتصل اللي اتصل محمد، والله لو تتابعني لو تتصل من جديد، والله حابة أناقشك في كم حاجات. قال هي مشكلة معروفة والحل معروف. كنت حابة أعرف إيش هو الحل من وجهة نظرك يا محمد، لو بتتصل بنحنا مرة تانية. ما فيش غاز، إيش هي الحلول البديلة إلى أن يجي غاز؟ يعني سؤال، إيش هي الحلول البديلة؟ وأنا شايفة إيش هي الحلول البديلة. هل تشتو نحنا نرجع إلى الوراء ونرجع نحطب، نجيب حطب، كيف بنطبخ؟ الناس كيف بتاكل؟ ماش غاز، الناس كيف بتاكل؟ نروح نجيب حطب ونار ونطبخ بالحطب والنار. مشاهدينا معنا على الخط المهندس سليم دومان، رئيس محطة الريان لتعبئة الغاز المسال. مهندس سليم مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. طبعا أنت أكيد متابع أزمة الغاز اللي حاصلة حاليا في السوق المحلي الحضرمي. كان معنا قبل قليل المهندس محسن وهيد، كان معنا قبل قليل المهندس محسن وهيد، وأخبرنا بأنه يتم ترحيل مقطورات من الغاز من صافر إلى محطة الريان. خبرنا عن هذا الموضوع.
فلازم يشتري الغاز الذي يتم تحويله مسافر ويتواصل معنا من قبل شركة ضمن الغاز. لو ترفع صوتك بس مهندس سليم. تم التواصل معنا في المجال السابق من الشركة أن سوف تجويد المحطات كميات إضافية في الأزمة. تمام. وتم العمل والتوزيع حتى في الصناعة والتجارة. تمام. من كميات يعني 6500 تاريخ 19 وتاريخ 20 9200 نظام حالات المثلى. نعم. وتاريخ 21/5 9100 نظام حالات المثلى. نعم. طيب هو المهندس محسن بلغنا انه 4 مقطورات تتحرك من صافر الى محطة الريان، هل فعلا تصل 4 مقطورات في اليوم؟ المقطورات توصل بس احيانا يتأخروا بالديزل لما عندهم اللي يروحوا يتعبوا بالديزل، احنا اللي توصل عندنا نبلغوا صناعة التجارة هم يعملوا لنا الكشف كانوا يشتغل بنسبة. نعم. من اليوم استلمنا قبل يوم امس رساله من الاخ محارب بالتعامل مع فارس بن شبان، واليوم تم التوزيع من قبل فارس بن شبان حسب توزيعات المحافظ. لو بتعيد النقطة هذه، أجت لكم رسالة بالتعامل من فارس بن شبان، من مين هذه الرسالة جاءت لكم؟ من الأخ محافظ. من الأخ محافظ أنكم تتعاملوا مع المهندس فارس بن شبان حول التوزيع. ها وقت التوزيع. أيوه اليوم تم إحضار كل شيء قبله. طيب وهل تم التعبير؟ وهل تم التواصل معه؟ تم التواصل معه وإحضار الكشف وتم التعبير موجودة. أها طيب وبعد ما أشراف الصناعة والتجارة على التوزيع والتسعير الشعبي. طيب هل بما انه استلمتم الكشف وعبيت وغرفة التجارة والصناعة اشرفت على هذا الموضوع، هل ضخيتوا اسطوانات الغاز الى السوق المحلي في حضرموت؟ نعم بس المنطقة كانت متأزمة لم يغطى السوق بأكملة. كيف؟ السوق لم يغطى بأكملة ولا تم ضخ كميات كبيرة. تم ضخ كميات كبيرة، حوالي كم اسطوانة تقريبا؟ يعني بعد حوالي تاريخ 19/6500 تاريخ 20/9200 9000 اسطوانة غاز. ايوه نعم. تشرب وظيفة الصناعة والتجارة. نعم. حالات توزيع حالات. نعم. طيب ليش في مناطق حتى اللحظة الغاز فيها معدوم؟ كفوة كروكب. يعني أقول لك في مناطق مثل فوة وروكب ما زال الغاز فيها معدوم، أنا بيتي بلا غاز يا مهندس سليم. إحنا مش من عندنا التوزيع، كان يجينا التوزيع من شركة الغاز بالتوزيع. طيب حابب هزمنا بالتوزيع حابب من فارس بن شبان. يعني المهندس انا اعبي كشف اسلم لهم اللي عبيه موجب الكشف من قبل. يعني محطه الريان بتعبي الغاز وبتسلموه للمهندس فارس بن شملان يوزعه بحسب الكشوفات اللي عنده. من اليوم من قبل اليوم كان عبد منجيب شفت الغاز، من اليوم حسب شاف المحافظ تم تشغيل الغاز من اليوم فقط. من اليوم يكون عبر فارس بن شملان حسب شرط المحافظة، يعني نتبع توجيهاته حسب توجيهات المحافظ. وقبل قبل كان عبر مندوب شركة الغاز. نعم. طيب ليه متى تنتهي هذه الأزمة من وجهة نظرك يا مهندس سليم؟ ما نحن كمان ما زلنا في مربع المعمعة. والله هذا السؤال أخوة في صافر جهات أخرى ولا شيء، أنا يجيني غاز أشتغل الغاز اللي يجيني أسلم الصناعة والمندوب اللي يعمل لي الكشف. نحن نشوفه في العمل بعد هذا. طيب كان في تواصل هاتفي بينك وبين المهندس فارس بن شملان يعني أبدأ استعداده لأنه يحل هذه الأزمة وترجع الأمور على ما كانت عليه من قبل؟ هذا بينك وبين الغاز أنا من يكشف عبدي من الطلبة كشف رسمي غيره أنا ما أعلم.
كشف رمس. يعني انت الان خلاص ابتداء من هذا اليوم على محطة الريان انه تعبي الغاز وترحلوه لعند المهندس فارس بن شملان علشان يوزعه حسب الكشوفات اللي عنده. حسب الكشف اللي عديني انا عديني طلب مجبه حسب الغاز اذا كان توقف اقول له نزل كذا. كيف؟ هو ينزل الكشف بعدين يوزعهم هذا له هذا له. ايوه يعني بشكل عام طريقه التوزيع تكون عبر مدير منشاه البروم، مدير منشاه الغاز في بروم. هذا من اليوم. طيب هل تعتقد ان الازمه بتنتهي من وجهه نظرك؟ ان شاء الله اذا توصل الغاز باستمرار في فترات سابقه بتنتهي. يعني مهندس محسن قال 4 مقطورات ترحل وانت تقول تعبي ما بين 9 إلى 10 ألف اسطوانة غاز. يعني مش معقول هذه ما تغطي حضرموت او تغطي مناطق او تغطي او تخفف من حدة هذه الازمة على الاقل. اللي اشتغلنا من 9 ألف يومين او 3 أيام الفترات السابقة كان الغاز يعني قليل كان في اليوم. نعم. وهذه التوجيهات ابتداء من اليوم التي وجه فيها سيادة المحافظ بالتعامل مع مدير منشأة بروم للغاز. نعم. طيب كيف شفت معك المهندس فارس؟ أنا كنت في صراحة أتواصل معه لكن لم يرد على اتصالاتي، لم يترك مجال لقناة المكلة باستضافته للحديث عن هذا الموضوع. كيف شفت كلامك معه؟ يعني في بوادر طيبة ولطيفة للحد من هذه الأزمة؟ إن شاء الله يعني هذا الأمر بينه وبين شركة الغاز أنا ما أدري على جنبها، يعني لأن الأمر هذا بينه وبين الشركة. هذا الأمر يعني الأمر هذا بيد الشركة اليمنية للغاز، لا بيدك ولا بيد المهندس فارس بن شملان. أنا يعنيني هاجي وصلني أسلمه بكشف ويبقوا لي عليه استلام، بعد ما يبقوا عليه أنا أتصل بصدقي. تسلمه بكشف لمهندس فارس صح؟ كان من قبل الشركة اليمنية للغاز. تمام، دحين الآن حتحوله للمهندس فارس. اليوم تم تسليم المهندس فارس حسب كشف من قبله. وأمضى لك عليه؟ هو موزع على الخط من قبل. طيب مهندس سليم ايش اخر حاجة تحب تختم في بالاتصال؟ حاجة كذا تطمن المواطنين حيال هذه الازمة. طمنهم يا مهندس سليم طمنهم. ان شاء الله يتم التوزيع حول الحالات والمناطق ويتم التواصل بيننا وبين الشركة وزيادة الكمية والتوزيع على المناطق كونه كان مهندس سالم الفسادي من قبل الشركه في المحطه يشرف على التوزيع وبعدين نظام محافظ توجيهاتنا ولم نعتمد التشريفات التابعه حسب توجيهات المحافظ. نعم. يعني نتوقع انه في الايام القليله المقبله نرى الغاز. ان شاء الله. ان شاء الله مهندس سليم شكرا لك، كنت معي على الهواء مباشره. شكرا لك. كان معنا مهندس سليم دومان رئيس محطة الريان لتعبئة الغاز المسعل. يعني اليوم أجت توجيهات من المحافظ انه ترجع يصير عمل ما بين المهندس سليم وما بين مدير منشأة الغاز في بروم المهندس فارس بن شملان، على أساس أنه المهندس سليم بتوصل له المقطورات اللي بتتحرك من صافر من مأرب وهو بس عليه يستلمها ويعبيها، يعبي الغاز بعدين يسلمها للمهندس فارس بناء على الكشوفات الرسمية، والتوزيع يتم الآن أصبح يتم الآن عبر بروم وعبر المهندس فارس بن شملان طبعا بتوجيهات وباتصال من المحافظ. كما وضح المهندس سليم قال قبل 3 أيام كان التوزيع عبر الشركة عادي، أنا بعبي ويوزع وفي كان عمل مشترك ما بين محطة الريان وما بين غرفة التجارة والصناعة بحضرموت، لكن اليوم سبحان الله مع الحلقة حقنا يوم السبت طبعا في كانت توجيهات من المحافظ انه لا
يصير في عمل مشترك ما بين محطة الريان ومدير منشآت بروم للغاز. طبعا للعلم محطة الريان هي محطة خاصة ومحطة بروم هي محطة حكومية. فزي ما قال زي ما صار هو واضح في شيء يا جماعة, واضح في شيء. وضيوف الليلة يتحدثوا باقتضاب, فأنا مش حابة أتوسع بزيادة, يعني نكون مثلا يعني عشان لا تنحسب التصريحات علينا, ومدام إنه الضيوف شخصيا ما توسعوش وكان كلامهم مقتضب, لكن هي تبان في اختلالات شوية, في خلل يبان واضح طبعا, حتى المشاهدين حيحسوا بهذا الشيء من كلام الضيوف, في نوع من الدربكة, في نوع من سوء الفهم الحاصل. بس زي ما استضفنا المهندس محسن وهيط مدير دائرة الغاز صافر بالشركة اليمنية للغاز, قال إنه في بينه وبين المحافظ اتصالات وتواصل, وإن شاء الله يكون سوء فهم وينحل. سوء فهم خذوا وقتكم وحلوه برواقة بهدوء, ما علينا حاجة, خذوا أموركم عادي, بس لا تقطعوا الغاز, لا تقطعوا الغاز. أنا كنت أقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي مأرب قطعت الغاز, مأرب قطعت الغاز, إلى أن تواصلنا مع الشركة ذاتها في مأرب, مأرب لم تقطع الغاز, مأرب توصل من صافر إلى حضرموت 4 مقطورات يوميا, وكما صرحوا حسب الكثافة السكانية. اللهم هذه الإجراءات من ناحية التعبئة, من ناحية التوزيع, من ناحية الكشوفات الرسمية, من ناحية سلم واستلم, هذه اللي نحن الآن ضعنا فيها. على بال ما تتم هذه الإجراءات لا يورد الغاز بشكل سريع إلى السوق المحلي, ويظل المواطن يا عيني غلبان تعبان ضبحان طفشان بلا غاز, إيش حيسوي؟ المهندس محسن وعد نحنا انه ان شاء الله تنحل الامور, وانه مهما حصل ما رح ينقطع الغاز. وكمان نفس الشيء المهندس سليم قال ان شاء الله يومين ويتوفر, لانه خلاص في قد وزعوا وتحركوا خصوصا قبل 3 ايام في قالوا مناطق وزعوها تقريبا حوالي 10,000 اسطوانة كما صرح. والآن كمان اليوم تم في سلم واستلم ما بينه وما بين المهندس فارس بن شملان مدير منشأة الغاز في بروم, على أساس أنه يتم التوزيع عبر الكشوفات الرسمية اللي عندهم واللي بيتعاونوا معاهم. والله يا مهندس فارس بن شملان لو كنت تسمعني ووجه لك رسالة رسمية, عقلوا في هذا الموضوع, عقلوا في أنكم توزعوا الدبب أو اسطوانات الغاز حسب الكشوفات اللي عندكم, حاولوا أنكم تضخوا أكبر قدر أو أكبر كمية من اسطوانات الغاز إلى السوق المحلي الحضرمي. المواطنين فعلا تعبانين, المواطنين فعلا متأزمين, فعلا. إن شاء الله نحن ما عاد نشتيش نشوف مظاهرات, ما مش حابة عدني أشوف مظاهرات, يعني فرحانين إحنا بالاستقرار هذا اللي نعيشه, الكهرباء تمام, الماء تمام, المواصلات تمام, خلاص باقي الغاز, خلوا الغاز تمام. يعني مستكثرين علينا نفرح, مستكثرين علينا ننسى اللي شفناه من 2014, مستكثرين علينا, هو غاز, هي اسطوانة غاز. بعدين أحس إنه كأنهم يتبرعونه علينا, يعني أحس يعني لما نقول نشتي غاز يا جماعة, إحنا الغاز نشتريه بفلوسنا, نبتاعه من فلوسنا الخاصة يعني, بس أنتم موفروه بالسوق. وطبعا أحيانا يحصل تلاعبات, في ناس بتستفيد من هذه الأزمة, ها ما فيش غاز يرفعوا سعر الدبة. أنا إلى الآن ما اتطرقت لسعر الدبة, هي سعر الدبة قبل الأزمة كان متعارف عليه 2000 ريال يمني, الآن ما بعد الأزمة بكم تباع الدب الغاز؟ والله مش عارفة ومش حابة أتطرق. عارفين ليش مش حابة أتطرق؟ لأنه كم ما قالوا سعر الدب المواطن رح يشتريها, إن قالوا 3, 4, 5 المواطن الحضرمي رح يشتريها, قد عدد علينا أزمات أخص الآن, وكل هذا المواطن الحضرمي يكون ضحية وبيشتري الدب الغاز بكم ما كانت. يعني يا جماعة مش معقول نرجع نحطب, نرجع لأيام زمان نجيب خشب ونلص بالغاز ونلص بالنار ونرجع نحطب؟ يعني مش منطق, كمان في شحة
لو في شحة في الغاز، ها يعني بدل ما الناس يعني نقتصد باسطوانات الغاز ممكن، لكن انه ينعدم ينعدم خالص مالس ينعدم مش منطق. في اتصال يا شباب؟ في كان اتصال بس فقدناه يا جماعة. المتصل يحاول يتواصل معنا من جديد. في حابة كمان حاجة أخرى كمان حابة أسلط الضوء عليها، خطباء المساجد بالله عليكم إيش دوركم؟ أنتم فين من هذا الموضوع؟ يعني يوم الجمعة أنا كنت مراقبة وأسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إيش كانت خطبة الجمعة، حول إيش كانت خطبة الجمعة في ظل هذه الأزمة، عن الإحسان، عن بر الوالدين، عن مش عارفة إيش. هذه مواضيع مهمة ولا غنى لنا عنها. بس عزيزي خطيب المسجد تشوف الشارع والعان، تشوف غضب جماهيري، تشوف فوضى عارمة، تشوف الناس يعملوا مظاهرات، تشوف الناس يعملوا احتجاجات، تشوف الناس يخرجوا بدباب الغاز حقهم مساربين ينتظروا في طابور طويل. طيب أضعف الإيمان، أستغل المنبر الجميل هذا اللي أنت عليه في يوم مقدس كيوم الجمعة وعمل خطبة. سبحان الله يرق قلوب المسؤولين وأرباب العمل وأصحاب الشركات لما يسمعوا كم معانا مسجد في المكلة، كم معانا مسجد. لو كل خطباء المساجد اتفقوا ووحدوا أن تكون خطبتهم عن أزمة الغاز، بالله عليكم صوتكم وخطبتكم هذه ما بتوصل للمحافظ. ما في اتصال؟ ألو مساء الخير. ألو معنا اتصال، مساء الخير. ألو مساء الخير، من معي؟ معك سعيد بالبحير. من؟ بالبحير. أهلا يا سعيد، كيف حالك؟ خير الحمد لله. الموضوع أنا عن أزمة الغاز، عندك تعليق أو إضافة؟ أي نعم، الغاز مشكلة الآن. ما أسمعك، إيش قلت؟ أقول الآن في فوة، ما فيش غاز في فوة. أنا الآن من عند مستشفى بن سينا. أنت في مستشفى بن سينا؟ سعيد التنويت بن سينا داير ما داير بها اسطوانات الغاز والناس بالبون ما في غاز. سنة ابن سينا كمان ما فيش غاز؟ ما فيش غاز، وان المواطنين لحد الآن من بعد صلاة الضوء العصر وهم مطبرين. نعم. وطابور ثاني موجود عند مسجد الفلاح. نعم. والطابور الثالث موجود في العشوائي فوق عند بيت باتيس الوكيل. ولحد الآن الناس مطبرة، من وعدوهم أمس. من أمس الناس مطبرة لليوم؟ مع التبرير من أمس قال لهم بيجي غاز وما جاء، وقال لهم العصر ولا جاء، ويسألهم اليوم الصباح ولا جاء، والآن متبرين ولا شيء. إيش من منطقة هذه؟ فوا بن سينا. ما أدري إيش الأزمة هذه، من سببها ومن السبب فيها؟ هل في نداء للمسؤولين؟ نعم أسمعك. طيب ايش بتوجه للمسؤولين؟ سعيد انت معنا على الخط وعلى الهواء مباشره، ايش بتوجه؟ نعم. للمسؤولين هم بسمعوك، كلمهم انه انتم من امس منتظرين في فوا بن سينا. نكلم من تعبنا من الكلام، ما في اذان صاغيه. نعم ما فيش اذان صاغيه. طيب كيف تاكل وكيف تاكل يعني يا سعيد؟ المساكين انت عارفه اليوم سبت، كيف تاكل؟ كيف تاكلوا يا يوم سعيد؟ يوم سبت الاطفال كلها معطلة مطبرة في الطوابير، بكرة احد وين بيروحون؟ طيب كيف تاكلوا يا سعيد؟ بدا نبلغوا المسؤولين طلعوا لهم الصور، انقذوا المسكين المواطن. صحيح أكيد أنت صوتك وصل. كيف؟ هم في انحيازات، يعني ناس تأخذ وناس ما تأخذ. ما فيش تعديل، ما فيش عدالة في التوزيع. طيب إذا قلنا ما في عدالة يكون في مناطق فيها غاز، بس احنا شايفين الأمر كله موجود ما في غاز في كل مكان. نعم. وين السبب؟
مش عارفة أقول لك من السبب. لو كنت عارفة السبب كنت بقول لك، ولو كنت عارفة السبب ما كنت سمحت له أنه يستمر لهذه لهذه المرحلة. يا أختي المواطن تعب من الصوادير، يوم مصبر على ديزل، يوم مصبر على بترول، يوم مصبر على غاز، يوم مصبر على تموين. نعم يعني ما عندي شغل مع المواطن المسكين اللي صوادير بس. نعم كلامك منطقي، كلامك منطقي يا سعيد. من الشكوى عاد؟ مشكل من الشكوى؟ قدر في مثل يقول الشكوى لغير الله مدلة. شكرا يا سعيد، شكرا يا سعيد. والله تأثرت بالمكالمة والله العظيم. سعيد من منطقة فواء بن سينا يقول احنا من امس، لانه مش عارف اذا كان الصوت بالنسبة لكم واضح ولا لا، يقول احنا من امس من صلاة العصر واحنا مطبرين، يقولوا الغاز بيجي، يقولوا الغاز بيجي والغاز ما عجاش. نطبر على غاز ولا على ديزل ولا على بترول ولا على ايش ولا ايش ولا ايش ولا ايش؟ المواطن ما عنده شغل غير انه يطبر من طابور لطابور من طابور لطابور. هذا مش كلامي أنا، هذا كلام المواطن نفسه، قال المواطن تعبان. في اتصال نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معكم علي مبارك بحث. أهلا يا علي، أتفضل أتفضل، قل لنا مشاركتك. حياك أستاذ الكريمة. بالنسبة للاسطوانات الغاز من حافظة حضرموت، نعم، يعاني منها المواطن كثير. نعم بعد بعد توفر اسطوانات الغاز، نعم، وحكمة حكمه في بلادنا يوجد بعض سوق السوداء. سوق السوداء الذي يتاجر ببعض المحلات على الأسف، وحيث أن العائلات تعاني من عدم تقصير الغاز. صحيح. وبعض وايضا يعاني المواطن من اسطوانات الغاز التالفة. تكلمنا الذي يأخذها المواطن بمبالغ خالية. صحيح. كان من السوق السوداء او كان من المحلات الرسمية. حاولت تشتري اسطوانة غاز من السوق السوداء يا علي؟ ايوه. حاولت تشتري اسطوانة غاز من السوق؟ اشتريت اسطوانة غاز من السوق السوداء ب 7000 ريال 6000 ريال. متى ضرورة محتاج جدا. متى اشتريتها؟ اشتريتها حوالي قبل 3 أيام. قبل 3 أيام، نعم. أيوه. نعم. وبرضه أيضا اشتريت اسطوانة قبل 3 أيام وراجل الاسطوانة خربان. نعم. يعني وقفت الصيانة، نحن ندعو الصيانة. نعم. وندعو توفير الغاز، ندعو حضرموت اللي هو فريق تحسين البحث يحفظه الله ورعاه. نعم. أن يوفر لهذه المحافظة التي عانت كثير. نعم. طيب أنت على الخط. من الدوانات، طيب من الأسطوانات يا علي، أنت على الخط. حضرموت. أنت على الخط مباشرة وعلى الهواء مباشرة، وجه رسالة للمسؤولين، ناشد المحافظ. ناشد محافظ حضرموت. الغاز فرق تأمين بحسن. نعم. بتوفير لمبنى محافظة حضرموت. نعم. اسطوانات الغاز وعمل والخروج لمحلات بيع الغاز. نعم. عمل صيانة لأدوات الغاز. نعم. لسلامة المواطن من أي كفارة مسؤولة. صحيح. وناشد أبناء حضرموت أن يحترموا هذه المحافظة. فعلا نعاني من عدم توصيل الغاز. صحيح. لكن لا نقطع الطرقات ونرى حرة هذه المحافظة التي بنيناها بنفسنا. نعم. وقدمنا الاهتمام من أجلها. نعم. ولناس المحافظة حضرموت هذا المحافظة غنية بالثروات الشخصية. نعم. هذه المحافظة غنية بالثروات النفسية ويعانوا أهلها. صحيح. لازم عنا الحل جذري. لازم حل لمعاناة المواطنين لأبناء حضرموت. صحيح صحيح. وعملية الرصد والمتابعة والمراقبة. أكيد أكيد. للسوق السوداء، لأن موجود الغاز لكن في أيادي ما تحترم هذا المحافظ في حضرموت.
تعمل على السول لهذه المحافظة. نعم. وهذه المحافظة جميلة اللي تقدمنا الغاز وتستفيد من أجلها. نعم. التي تتقطع قلوبنا من أجلها. نعم. هذا وقتي. شكرا وجزاك الله خير. شكرا يا علي. شكرا يا علي. أشكر مداخلتك الجميلة. والله كمية ألم أحس، كمية ألم بأصوات المتصلين ومداخلاتهم جميلة. أيادي ما تحترم هذه المحافظة، في أيادي ما تحترم هذه المحافظة. مش كلامي هذا، هذا كان كلام علي. ثلاثة أيام اشترى دبا غاز المواطن علي، اشترى دبا غاز من السوق السوداء، كلفنه حوالي 6,000 إلى 7,000 ريال يمني. ليش؟ حرام. وعادوا كمان فيها كان حاجة خربان أو شيء، أضطر إنه يوديها للصيانة. يعني قولوا باختصار الدبا قدر 10,000. قال أنا كنت محتاج، أنا كنت مستعجل، ضروري كنت بحاجة إلى غاز. يا عالم كم أسرة معه، كم طفل معه. خطباء المساجد إيش دوركم بالله؟ ليش ما تقولوش إنه المرأة في المنزل تواجه التكلف والمشقة والتعب؟ ربة المنزل عندها عائلة، عندها زوج، عندها أطفال، تطبخ 3 وجبات، إن لم يكن عند بعض الأسر أكثر من 3 وجبات، تطبخ الفطار والغذاء والعشاء. من فين تجيب الغاز؟ غلاء الأسعار الآن، غلاء المعيشة، ما عاد يسمح للمواطن مثل الأول إنه يشتري غذاء من برا، خارج المنزل، من خارج المنزل يشتري غذاء. وين اشترى يوم صعب يشتري كل يوم، وين اشترى وجبة صعب يشتري 3 الوجبات. في معنا اتصال، نقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. من معي؟ معش عاطف مبارك حميدي. من؟ عاطف مبارك حميدي. عارف عاطف؟ عاصف. مبارك حميدي. اهلا يا عاطف، ايش هي مشاركتك يا عاطف؟ ايوه ايوه. ايش هي مشاركتك اليوم؟ مشكلتنا عن ازمة الغاز. هذا المشكلة سنويا هذه يا اخي. المشكلة سنوية؟ سنويا هذه لبعض فترة. كنا مرتاحين قبل سنتين، تشيل بواخر كانت بروم. نعم. معاش أزمة حقها فقد فترة قبل سنتين عام 2016 2017، جي كان بواخر عبر مينا بروم. نعم. مرتاحين. نعم. وقاموا في مندسين من المصنع حق بروم، تمام، وقفوا هذا البواخر. نعم. تمام. هذه ما استلمت الأزمة هذه حاليا في مدينة المقلة وضواحيها. وعليها دحين ان المحافظ ما يتحرك باسرع ما يمكن. ما بتقول لي هذه الازمة الا ما تدخل بواخر في ميناء بروم. اها. هذه يا اختي، هذا نصيحة نوجهها للمحافظ. انت تشتغل بالميناء؟ انا من ضمن اللي حضرت مواقف في هذا الشيء. يعني انا من اول في ازمات لما احتلت هذا احتلت هذا دخلت البواخر في ميناء بروم، احتلت الازمه هذه نهائيا. نعم. يعني يستعملون على بوزي بكي من مارب، تتام بوزي من مارب، وين ممكن احنا نصلح على هذا؟ نعم. يتحركون. يعني يستعملون على مارب وعلى غير مارب. طيب انت بتشتغل بالميناء؟ الديزل والبترول جي من وين يا اختي؟ نعم، من فين؟ الديزل من برا، كله من برا. خلاص كملوها، خدوا الغاز عادكم من برا، حل المشكلة حق المواطنين. صحيح. حلو. طيب انت بتشتغل بالمينا يا عاطف؟ لا ما نشتغل، انا مصاحب بقليات. طيب من فين لك؟ انا صاحب معيشتي، نوكل عيالي، لو وقفوا الغاز وقفت معيشتي. نشتري الغاز حاليا الحين الان بثمانية. 8,000؟ ب8,000. تشتريها من السوق السوداء؟ من السوق السوداء. نعم. تمام. كم عندك اطفال يا عاطف؟ ماشي فايده. كم عندك اطفال؟ عندي 5 اطفال. 5 اطفال. وعندي تتينة وعندي ارملة وعندي والدتي. يعني نعم. مشكلة حتى الجيران ساكن، في ناس يجون من عندي في مطبخ حق المقليات حريم، يعني وايد كان عبادي وشكو. يمكن تعبنا نحن وتعبنا نحن، لما بطير طلع على الحطب نحن طلع على، هم بطير طلع على هذه، خلي يتحرك مع
نعم. المحافظ يمنعنا خلاص كمديرون فترة يمنعنا غلط رأيك بهم. نحن ارتحنا في 2016 في 2017 ارتحنا. ما عاد يلزم حقاز. نعم. باخرة بعد باخرة. ما عاد مستامح على مارب. نعم. طيب هذه البواخر كانت بتجي من فين؟ محملة بالغاز من فين؟ والله ما انا عارف. طيب. شكرا شكرا يا عاطف. المسؤولين الإعلاميين والسكرتارية حق مكتب المحافظ يا ريت يشوفوا الحلقة هذه ويوصلوا النقطة اللي حطاها عاطف وقال إن إحنا في عام 2016-2017 إحنا كنا مرتاحين. يتكلم على نقطة أتمنى إنه يسمعوها مكتب المحافظ، خاف يكون فيها نوع من الحل ليش لا، وإنه كان مش قادر يحدد الجهة ولكن كانت تدخل بواخر لميناء بروم محملة بأسطوانات الغاز. ما مش عارف هو تحديدا من فين تدخل، ولكن مثل ما صرح المواطن عاطف انه من 2016 ل 2017 كان في راحة، وقال على لسانه قال احنا النساء تعبوا والنساء يشكوا ويبكوا، لما متى نحن بنحطب؟ يعني مش مشقة وتكلفة على المرأة، يعني لا قدر الله حصل لي حاجة. المواطن عاطف قال أنا عندي 5 أطفال، 5 أطفال هذول من بيأكلهم؟ كيف حيأكلوا؟ كيف حيشربوا؟ مش محتاجين غاز؟ مش نحن حابين نطبخ؟ لا تقولوا ليش ما فيش غاز اشتري من برا. الأسعار ما عاد هي زي أول، والغلاء المعيشي ما عاد يساعدش المواطن، كل حاجة أصبحت الآن ضد المواطن، ما فيش حاجة مع المواطن. المتصل اللي قبله إذا ما خاننيش ذاكرتي اللي اسمه علي قال من طابور لطابور، مكانهم الآن في طابور. أقول له ناشد الجهات ناشد المسؤولين، يقول لي ما فيش آذان صاغية. آخر 3 متصلين والله العظيم الألم في أصواتهم، الألم في أصواتهم. يعني أنا مجرد مقدمة برنامج، أنا مجرد إعلامية في قناة المكلة، أتمنى لو أنني أساهم في حل بسيط. أنا كل اللي علي أنني استضفت الضيوف وحاولت أكلمهم وشدد عليهم وأنه نشتي كلام يفرح القلب، وكنت حابة أنني أزف لكم بشرة في أنه الغاز بيكون موجود في الأيام المقبلة. هو بدأت الأزمة شوية شوية تنفرق، بدأوا يضخوا الغاز على قليل قليل في دربكة ما بين محطة الريان الخاصة ومحطة بروم الحكومية، لكن إن شاء الله نقول تنتهي على خير. في معنا اتصال نقول ألو. مساء الخير. مساء النور. من معي؟ أخ علي الصبحي. أهلا يا علي. أبغى أتكلم. إيش هي مشاركتك يا علي؟ علي أنا أيوة أنا أسمعك، ما هي مشاركتك؟ أنت على الهواء مباشرة. مشاركتي تتكلم على الغاز. نعم. و أسبوع اليوم ماله الغاز؟ الصوت مش واضح يا علي سامحني. ايش تقول؟ ألو. ايوه معك انا بسمعك، ايش بتقول؟ قلت لي الاسبوع تطبر على الغاز، يقول لي 5000 غدا بضم 5000 الغاز. اسبوع مطبر على الغاز، انت فين عايش؟ عايش في جل مسحة. انا قول مسحة وللان ما وصل لكمش الغاز؟ لا وللان ما وصل، ما جل مسحة الصراعية ما وصلش الغاز في جل مسحة. ما وصل. ويقولوا لكم الغاز ب5000 حتى ما عدهوش ب2000. ايه ب5000 يقول لك هذا يعني ما نحصله على البطاط. وعادك ما بتحصلوش بخمسة، بعدك ما بتحصلوش. طيب ايش تحب توجه؟ انت على الهواء مباشرة واكيد الناس بتسمعك، ايش تحب توجه؟ الوجه والله انا اقول لك يعني في ناس يقدروا يجيبوا الحطب، في ناس ما تقدروا ساكين، بس يعني حتكلم عن غلي يعني ناس يصدروا له غاز. نعم. طيب انت حاليا كيف تاكل؟ كيف بيش تطبخ؟ ناكل كيف ناكل؟ الحين على حسب انا ناكل، والحين بكره عندنا مدارس، كيف تصير عيالنا؟ يعني ما فيش غاز خالص في المنزل حاليا؟ حاليا ولا انا اطبخ عندي في المنزل. طيب كيف تطبخ المدام حقك في البيت؟ بيش تطبخ المدام؟
كيف يطبخ الحين؟ ما شغال عندي بكره، عندي مدارس وعيالنا صغار، كيف يطبخوا بكره؟ والله مش عارفة. شكلك بتقضيها بسكوت وعصير. طيب وجه وجه رسالة للسلطة يا علي، وجه رسالة للسلطة يا علي. واجه وجه، خلاص ما نقدر يقسم علي، نقدر هذا الحاصل لنا اللي يشكي. رسالتك وصلت يا علي. يلا عليك الله. الله يحفظك. الناس تعبت والله العظيم. أقول له وجه، يقول لي إيش أوجه إيش أقول. هذا واحد علي السومحي، واللي قبله علي يقول ما فيش آذان صاغية، يقول دحين ما فيش غاز وأنا مطبر في منطقة جول مسحاء وعلى غاز بخمسة ألف. العلم ما هوش سوق سودا، مطبر للغاز بخمسة ألف، وعادوا يا حصلتيها يا ما حصلتيهاش. يقول بكرة عندنا مدارس، أنا إيش أعطي للأطفال؟ معلش معلش يا علي، مشيها بسكوت وعصير، مشيها بسكوت وعصير من البقالة، إيش بتسوي؟ أنا ما قدرتش، ما سمعوش كان تمام الظهر، المنطقة اللي فيه ما فيهش تغطية، مش عارفة للمدام عنده كيف تصلح. قال في ناس يقدروا يحطبوا وفي ناس ما يقدروا يحطبوا، في نساء مساكين الله يعانوا من الربو. في ناس ما يقدروش يحطبوا. طبعا بالله عليكم الحلقة هذه، المسؤول الإعلامي لمدير منشأة الغاز بروم، أعرض الحلقة للمهندس فارس بن شملان والمسؤولين والقائمين على مكتب المحافظة الإعلاميين والسكرتارية في كانت أصوات مواطنين جمة. خلوا المحافظ اطلع عليها، خلوا المحافظ اسمعها، ما بنحددش موعد ومقابلة، يسمعها بس من الحلقة ويشوفها على اليوتيوب. المهندس فارس بن شملان، سبق واتصلت عليك وما ردتش عليا. الآن أني أوجه لك خطاب ووجه لك رسالة قدام المكلة كامل. أتدخل بشكل مش سريع، بشكل طارئ، بشكل عاجل. أنت الآن مدير منشأة الغاز، في اتصال من المهندس سليم وضح لنا احنا انه خلاص في ما بينكم عبر توجيهات من المحافظ، في ما بينكم الان عمل، بتجيلك الغاز المعبأ، وحاول انك اول شيء تتدارك الموقف، المناطق اللي ما وزعت ليش اول حاجة وزع لها، خلي يكون في توزيع عادل، في عدالة بالتوزيع. يعني مثلا علي السومحي لما اتصل قال انا من جول مسحة، ما فيش في جول مسحة. قرأت تعليقات انه في روكب. في اتصال، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. معكم نعم من الشحر. نعم من الشحر. من اسمك؟ من اسمك مواطني العزيز؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم، اعطينا مشاركتك يا عبد الرحيم. نتكلم عن هذا، ازمه الغاز. الغاز شو جدد حتى في الشحر في ازمه كمان؟ في الشحر في أزمة يا عبد الرحيم؟ أيوة. في الشحر في أزمة للغاز؟ الغاز الغاز. أيوة أيوة الغاز في أزمة في الشحر. فقدنا الاتصال. عبد الرحيم عاود الاتصال بنا مجددا. منطقة روكب، منطقة فوة، منطقة ابن سينا، منطقة جول مسحة، ويا عالم إيش من مناطق كمان لم تصل لها الغاز. المواطنين مساكين الله من كتر وشدة حاجتهم للغاز يروحوا يبتاعوها من السوق السوداء. في من أخذها من 8000 إلى 7000، في من أخذها ب9000، مش حرام دبت غاز، وحتى أحيانا ما بتكمل معك شهر. أحد المتصلين قال النساء يشكوا ويبكوا، قالوا تعبنا من الحطب، تعبنا. يعني حسستوني انكم بتوزعوا علينا الغاز بشكل مجاني، ولله في لله، ما يعني ولا كأنه احنا اللي بندفع الفلوس من جيوبنا. سلم واستلم، سلمني غاز واعطيك فلوسك يا اخي. ليش الدل هذا للمواطنين؟ ليش من طابور لطابور؟ المواطن متى يعيش حياته؟ من طابور الديزل لطابور الغاز، ليش هكذا؟ أئمة المساجد فين دوركم؟ أكرر وأعيد، لو كل مسجد في المكلة رجع وخطب وعمل خطبة، فاتوا قدرنا نوصل صوتنا للمسؤولين.
فما احتجناش ان احنا نوجه لهم، مش الا عنصر اخاك والكلام هذا ولازم انكم انتم تشوفوا ايش حديث الشارع. في احد المتصلين قال انا صح، قال انا مش حابب اشوف مظاهرات وهكذا، قال وناس حرقوا تواير عشان الغاز، قال انا مش حابب اشوف هذه الايدي العابتة، هذه اللي بتعمل مظاهرات ايدي عابتة. يمكن اني بختلف معك بالرأي، هم حابين بس يلفتوا انتباه السلطات، هي قضية وهم عندهم مطلب. المظاهرات والاحتجاجات هي بس انك تعبر عن قضيتك وتعبر عن الغضب اللي بيجتاحك، قد ما تكونش هذه مكمن الحل. في اتصال يا شباب، وصلنا للختام. حلقة كانت، انا اسعدت بكمية المواطنين اللي اتصلوا، وان كان والله كل واحد اتصاله كان كمية ألم. انا بس ماسكة نفسي لاني على الهواء مباشرة. اكرر واقول منتسبي ان مكتب المحافظ وكمان الاعلامي لمدير منشآت الغاز بروم اطلعوا على الحلقة، شوفوا ايش قالوا المواطنين. وان وجد غاز نتمنى يكون في توزيع عادل يا مهندس فارس بن شملان، نشتي توزيع عادل للغاز. الشركة اليمنية للغاز في مأرب نتمنى سوء الفهم هذا ينحل عن قريب. لو كانت القناة بتعرض عندكم في مأرب لكنتم رحمتم المواطنين. مشاهدينا وصلنا لختام الحلقة. أبعدوا المواطن عن أي تصفيات أو مماحكات، أبعدوه عن تصفية الحسابات. المواطن أحلامه أبسط مما قد تعتقدوه. كنتم معي أنا عبير واكد، نلتقي السبت المقبل. دمتم بصحة وعافية، إلى اللقاء.